صباح الخير. لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن هذه المرحلة التي يمر فيها لبنان هي أسوأ أيامه، متحملا الفقر والتعتير والعوز والمصائب والكوارث والمآسي التي أفظعها كان انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي الذي دمر نصف العاصمة. كلام جعجع جاء خلال لقاء عقد في المقر العام للحزب، وقال فيه: سأل السيد نصر الله اللبنانيين من وقف إلى جانبهم ودفع عنهم، فهو بسؤاله هذا عدا عن أنه يمننهم كما يفعل دائما بأشياء قليلة فعلها وأشياء كثيرة لم يفعلها، وأساء بأفعاله إلى لبنان ودوره، فإننا نسأله بدورنا أين كان السيد نصر الله في حصار 100 يوم للأشرفية التي تقع على تخوم الضاحية، حيث تعرضت للقصف السوري الشديد والمتواصل 100 يوم في العام 1978، وأين كان السيد حسن عندما كانت تقصف زحلي وقنات وعين الرماني، وأين كان السيد حسن عندما حاصر الجيش السوري طرابلس وأمطرها بوابل من الصواريخ والمدفعية والدبابات وارتكب بحقها أشنع المجازر والفظائع؟ والجواب بكل بساطة أن السيد حسن كان إلى جانب من يقصف الشعب اللبناني ومتحالفا مع من كان يدمر المدن والقرى اللبنانية، إلا في حال يعتبر أن هذه المناطق غير لبنانية وهو غير معني سوى بتلك التي يعتبرها مناطقه. أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة أفضت في خلاصتها إلى اقتراح فرنسي متجدد على شكل نصيحة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعقد لقاء بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للوصول إلى تفاهمات مشتركة تعجل في تشكيل الحكومة. وأوضحت أن الاقتراح الفرنسي لا يفرق بين أن يعقد اللقاء بين الحريري وباسيل بصورة علنية أو بعيدة عن الأضواء، المهم أن يحصل اللقاء لحل الخلافات وصولا إلى تشكيل حكومة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يأتي في ظل انكفاء فرنسي عن تأدية أي دور مباشر حول الملف الحكومي في المرحلة الراهنة، ربطا بالتطورات الفرنسية التي أخذت طابع الأولوية على ما عداها في الإليزي. أخيرا، كشفت مصادر قناة العربية أن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية، وأشارت إلى أن القاهرة وافقت مبدئيا على عودة الطيران مع الدوحة، لافتة إلى أن تنفيذ القرار سيكون متوقفا على عدد من المطالب المصرية، وأن لجنة مصرية تقيم الموقف وتفتح خط اتصال مع السعودية والإمارات والبحرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.